احنا على الهواء للاسف. خلوني ارحب ضيف الفقره الاخيره من حلقه اللادي، الدبلوماسي الجزائري السابق الاستاذ العربي زيتوت. اهلا بحضرتك. حياكم الله. ليه بيعرفوك بالدبلوماسي السابق؟ ليه ما يعرفوكش بالمفكر، بالكاتب؟ ليه ما بنعرفكش كده؟ والله هو هذا اختيارات الناس في الحقيقة، وأنا لما يقول لي واحد سنعرفك بكذا نقول له اختاروا ما تشاءون يعني. لكن أنا لا أزعم أني مفكر ولا أدعي ذلك، إذا قالها الناس فذلك لهم، وإذا لم يقولوها فأنا لا أزعم ذلك، لكن كوني كنت دبلوماسي فهذه حقيقة. يعني أنت راضي بالوظيفة باعتبارها ربما تكون الحقيقة اللي أنت ترتضيها، اللي هي واقع. لكن قد الأشياء الأخرى الناس قد تختلف حولها، لكن اللي لا يقدر أحد أن يختلف معها أني بالفعل كنت دبلوماسي. يبقى الوظيفة اتمرمغ في الميل، يعني الوظيفة برضو يعني واقع جميل. لا، وظيفة الدبلوماسي هي أفضل وظيفة في أي أفضل وظيفة في العالم هي وظيفة الدبلوماسي صراحة يعني. ولذلك الناس بتتقاتل على وظيفة الدبلوماسي. لكن أنا الحمد لله أنا من خريج المدرسة الوطنية للإدارة، خريج دبلوماسية، قسم الدبلوماسية بالذات، ومن أسرة بسيطة، لكن سمحت لنا ديمقراطية التعليم، وهذه في الحقيقة تحسب للرئيس بومدين، من أن ندخل حسب الكفاءة التي لم تعد مش الواسطة، التي لم تعد ممكنة في 30 سنة الأخيرة بكل أسف وألم، بل أنهم أغلقوا الدبلوماسية بعد ما تخرجت أنا بسنة، كانت آخر دفعة هي اللي بعدنا يعني، لأن بدأ أبناء الشعب يدخلون الوظائف المرموقة خاصة الوظائف الدبلوماسية، فكان هذا طبعا مزعج. طيب خلينا نرجع، بس أنا بحب هوارب المدينة، يعني عندي حق أو لأ؟ ده سؤال. إذا قارنت تستطيع أن تقول أقل السيئين، لكن في الحقيقة هوارب المدينة هو الذي أسس النظام العسكري، مثل ما أسس عبد الناصر العسكرية المصرية أسس هوارب المدينة العسكرية الجزائرية. أيام عبد الناصر وأيام بومدين ضاعت أشياء كثيرة، لكن كانت الكرامة على الأقل موجودة ومحفوظة. لكن مع الأيام زاد الانحراف، والنظام العسكري الطبيعة فيه هو أنه يبدأ بانحراف 1 سنتي، وكلما مرت الأيام كلما زاد الانحراف. أنتم وصلتم للسيسي وإحنا وصلنا للكرسي المشلول، ثم قائد الأركان هذا صاحب ابتدائي 4 يعني. طيب بمناسبة الجزائر، وزير العدل الجزائري له تصريح بيتكلم عن الانتخابات الرئاسية المقبلة توق النجاة للجزائريين. خلينا نشوف الخبر ده كده النهاردة كان صدر. ما هو تعليقك على الخبر ده؟ قيل 70,000 مرة في كل الجمهوريات العسكرية العربية. شوف الملكيات هذه والإمارات أخذتها من الآخر كما تقولون أنتم في المصري، يعني أمير ابن أمير، ملك ابن ملك، تستطيع أن تقول مع احترام المشاهدين شرعية الماء المهين، بينما الجمهوريات عندنا هي قبائل عسكرية، واضطرها الداعم الخارجي القوى الخربية خاصة أن تقوم بنوع من الشو أوف، تقوم بنوع من الشكليات، من بين الشكليات إجراء انتخابات. احنا هذا المقولة قيلت عندنا وقيلت في مصر وقيلت في سوريا. طيب انت مش لسه 12 ديسمبر؟ لا، قيلت من قبل، قيلت يعني قيلت ايام الشاذلي بن جديد، قيلت ايام محمد بوضياف الذي قتلوه على كل حال، قيلت ايام الجنرال زروال، قيلت قالها بوتفليقة هذا المعزول 70,000 مرة. آخر خطاب له كان في 8 مايو 2012، عرف في الجزائر بخطاب طاب جنانا. طاب جنانا بمعنى أن انتهى زماننا، خلاص احنا لم نعد نصلح لشيء. بعدها بيومين أجروا مسخرة سموها انتخابات تشريعية، ووضع على رأس المجلس هذا أكبر شخص من اللي انتخبوا، طبعا انتخبوا بطريقتهم يعني. ثم كان هذا آخر خطاب، مع أنه بقي مشلولا منذ أفريل 2013 ولم يكن يتكلم ولم يكن يسمع ولم يكن يقف على رجليه، بقي على الكرسي، أبقوه على الكرسي 6 سنوات كاملة. ولولا انتفاضة الشعب في 22 فبراير لكنا نعيش الآن العهدة الخامسة، والجميع يقدس في الزعيم الملهم الرئيس وأنتم تعرفون القصص. شفت لحضرتك فيديو بتتحدث فيه عن الشأن المصري، وإنك التقيت
بقيادات مصرية إسلامية كما أنا سمعت في الفيديو. ما دخلك يعني، ما هو سبب اهتمامك بالشأن المصري، وإيه الملامح المستشابهة ما بين عسكر مصر وعسكر الجزائر؟ بالحقيقة التقيت بقيادات ليست إسلامية فقط، مثلا بين الذين التقيتهم يومها أيمن نور أي. ولكن التقيت أيضا بآخرين، يعني من بينهم رفعت حجازي. صفوت حجازي عفوا، الأسير يعني اليوم، وغيرهم يعني. لا اهتمام، وكان الفيديو بيتكلم على صفوت، لقائك مع صفوت حجازي ذكر فيها على صفوت حجازي. نعم شوف، هناك ثلاث عواصم بعد ما سقطت بغداد الذي نتمنى أن تعود، بقيت ثلاث عواصم كبرى في العالم العربي. هذه العواصم الكبرى هي التي ستحدد مصير المنطقة العربية ككل، الجزائر، القاهرة، والرياض. هذه العواصم الثلاثة، الرياض. ليه ما اعتبرتش، أنا آسف للمقاطعة، بس أنا دايما لي رأي بقول سقطت بغداد ودي كانت بداية انفراط العقد، وأيضا الشام، ليه ما ذكرتش الشام؟ لم تأتي على ذكر الشام. أنا أتحدث على الأكبر، يعني سوريا مقارنة بالجزائر أو مصر أقل بكثير. يعني الشام ككل ممكن، وربما أيضا لأن المسلمين لديهم فيها حديث كثيرة، وأن لن تقوم الساعة إلا بأوضاع معينة للشام، لأن الشام فيها فلسطين ولبنان والأردن، ويعني كل هذه المنطقة ليست سوريا الحالية. لكن إذا أخذنا التقسيمات كما هي اليوم، فإن العواصم الكبرى هي هذه الثلاثة، وهذه الثلاثة الجزائر الرياض، الجزائر نعم، الجزائر القاهرة الرياض. وهذه العواصم الثلاثة هي التي تحدد مصير إما منطقة بأكملها، مثل الجزائر تحدد منطقة المغاربية ككل، وسيكون تأثيرها إيجابي جدا إذا نجحت هذه الثورة القائمة اليوم على مصر وعلى باقي المناطق، إذا نجح الحراك اللي في الجزائر والأحداث أنها وسينجح بإذن الله. نعم، إحنا اللي ندفع ثمنه الآن في عدة مناطق هو الانقلاب، انقلاب مصر. يعني الانقلاب اللي حدث في مصر لم يكن ضد المصريين فقط، كان ضد المنطقة ككل. مش مبالغة دي يا أستاذ عربي؟ لا مش مبالغة. يعني لو ليبيا اللي تشهده الآن، ما كان اللي يحدث في ليبيا ما يحدث لو أن الرئيس كان الرئيس المنتخب، مرسي أو غير مرسي، المهم المنتخب شعبيا مصريا. سوريا ما كان تنقلب فيها الأمور تماما. وبالمناسبة مرسي من بين الأشياء التي أسقطته هو وقوفه مع الشعب السوري، وربما المؤتمر الشهير في ماي في ماي 2013. اليمن ما كان اليمن اللي يدمر، بل أن في بلدان أخرى مثل بنغلاديش، تعرف أن في بنغلاديش كان فيه زعيم إسلامي، كانوا اتهموا مجموعة من الإسلاميين، كانوا اتهموا أنهم قاموا في الحرب فيما يسموهما بحرب الاستقلال، يعني في صل على باكستان، بنغلاديش على باكستان في 72-73. حكموا عليهم بالإعدام، لكن لما كان مرسي أرسل رسالة إلى رئيسة الوزراء وطلب منها عدم نعم، وحتى أنهم أعتقد أنهم خففوها إلى المؤبد أو شيء من هذا القبيل. بعد اعتقال مرسي أعدم الشخص. كتب رسالة لازلت متأثر بها جدا، كتب رسالة لزوجته يحكي فيها القصة، يعني هذا الزعيم نسيت اسمه وغيره، يعني قتلوهم في بنغلاديش. بمعنى أن الذي حدث في مصر، ومصر بوجودها الأساسي أثر على عدة مناطق، والذي حدث في الجزائر قبلها في 92 أثر على عدة مناطق، والذي يحدث اليوم في السعودية يؤثر على عدة مناطق. فهذه العواصم الكبرى تؤثر. هل سوريا تؤثر؟ نعم تؤثر، لكن ليس نفس المستوى، بمعنى أنها مستويات. تستطيع أن تقسم البلدان العربية إلى ثلاث مستويات: الدول المؤثرة جدا، الدول المؤثرة، والدول العادية. فربما سوريا والعراق الآن تدخل الدول العادية. نعم لكن ما يحدث في الرياض يؤثر على منطقة الخليج تقصد؟ لا، يؤثر على العالم الإسلامي كله، مش فقط المنطقة العربية. إيه هو شكل التأثير؟ مكة والمدينة. يعني حينما يرى الناس ما يحدث الآن في مكة والمدينة وبجوارها، يعني هذا الفساد العظيم. يعني في، أنا رحت للحج في 93، أخذت زوجتي والوالد والوالدة، توقفنا قبل الدخول إلى مكة في مسجد نصلي فيه، فطبعا الرجال في جهة والنساء في جهة. عادت والدتي منزعجة جدا، لأن التقتها امرأة سعودية قالت لها أنت سافرة، لأن لم تكن تضع النقاب، إنما تضع الحجاب، تضع الخمار. فكانت والدتي تتساءل لماذا قالت لي هذا الكلام، قالت لها أنت سافرة وحجك لا يجوز
طبعا هذا ليس حكم عام، تمام، لكن دي ثقافة، يعني ثقافة بمعنى أن المرأة التي لا تضع النقاب تكاد تعتبر سافرة، وفي فتاوي بعض الفتاوي التي تحرم نزع النقاب. انتقلوا من تحريم نزع النقاب الذي قيل فيه، وأعتقد أنه هو القول الأشهر ربما، لا يؤمر به ولا ينهى عنه، انتقلوا من هذا إلى الاتيان تحريم النقاب نفسه، والأمر انتقلوا إلى الآن عندهم الهيئة هذه اللي تسمى، اللي كانت تسمى الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأمرونها، أنا شفت وثيقة بيأمروها فيها أن أي واحد بيقول أي كلمة مثلا للمغنيات في الشوارع أو الراقصات في الشوارع يجب أن يعاقب، بمعنى انتقلت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأخطائها بالمناسبة لأن متشددين وفي كثير من الأشياء، إلى الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف بمقاييسهم هم، أنا حاكم بمقاييسهم هم. نحن إسلامنا في المنطقة المغاربية وإسلام معتدل وشديد الاعتدال مقارنة بالإسلام السعودي الذي نشروه ثم اكتشفنا أنه في الحقيقة أنهم أعداء الدين هم. أخطر شيء بالنسبة لعقل المسلم هو أن تزور له الدين، إما تزوره في اتجاه التشدد فيصبح التكفير يملأ الدنيا، أو تزوره في اتجاه أنك تصبح يقول أحدهم لو رأيت الحاكم يزني نصف ساعة على الهواء ويشرب الخمر فما عليك إلا أن تسمع وتطيع. هل بقي دين؟ هل بقي إسلام عندما تسمع هذا؟ إذن انتقل، ولذلك هناك هزة هائلة داخل المجتمع السعودي في الانتقال من التحريم والتكفير إلى مرات في أشياء بسيطة جدا إلى الانحلال، حد الفجور وحد الفسق بقرب الأماكن المقدسة، لأن مكة والمدينة ليست أراضي سعودية، مكة والمدينة أراضي إسلامية، ويجب إذا لم تكن تحكم بالإسلام الحقيقي، أنا كنت صراحة قبل عدة سنوات قلت أن مكة والمدينة يجب أن تديرها هيئة عالمية إسلامية، لا يمكن أن تترك لآل سعود، وأثبتت الأيام أن آل سعود الآن يعبثون في مكة والمدينة كما يشاءون، وانظر ما يفعل بن سلمان. طيب نعود إلى خبر يعني مش مبشر أنه يتم حبس جنرال جزائري متقاعد بتهمة الثراء غير المشروع، زي ما الخبر كان بيقول في جريدة القدس أنه تم حبس جنرال جزائري متقاعد بتهمة الثراء غير المشروع. كيف تقرأ ده؟ هل ده في إطار تطهير فعلي أو انتقال فعلي إلى ديمقراطية ومحاسبة ومكافحة فساد، أم أنه برضو ديكور وشوف؟ هذا الجنرال، هو الجنرال اهو بجنرال مش عارف بعيد عن الجنرال مش عارف ايه، نعم هذا الجنرال يسمى جبار مهنا، جبار مهنا هو اسمه جابر اصلا، جبار اسمه الاصلي جبار، جبار مهنا، نعم جبار مهنا، هذا جبار مهنا كان يدخل على قرى يذبح 500 شخص في الليله عادي في التسعينات، يا بجد عادي جدا، ياخذ معه مجموعات، يعني كانت شغلته ايه؟ شغلته كان مخابرات عسكريه، رأس المخابرات زي ما كان السيسي عندكم. آه. رأس المخابرات العسكرية، وكان من أقرب المقربين لشخص اللي هو الجنرال توفيق اللي كان يعرف أو يعرف نفسه بأنه رب الجزائر. هؤلاء الجنرالات جنرالات المخابرات بشكل أساسي كانوا حينما يذبحون 500 شخص في ليلة واحدة تعتبروا كانوا يشرب شاي، يعني هؤلاء كانوا يفعلون ويغتصبون ويقتلون كما يشاءون، طبعا باستخدام جماعات إسلامية، أحيانا جماعات إسلامية تشددت وتلاعبوا بها عن طريق غير مباشر، وأحيانا جماعات مفبركة مباشرة. يعني هذه العقوبة اليوم هو ده، هو هذا، نعم العقوبة اليوم هو على الإثراء غير المشروع، يعني مش على الأرواح دي ولا شيء. تعرف لماذا؟ لأن قائد الجيش ومجموعة من الجنات المحيطين به لم يكونون أقل سوء من هذا، لأنهم لو يفتحوا ملف التسعينات فإن قائد الجيش كان الثاني أكبر عسكري في الجيش، كان يقود القوات البرية، رقية إلى قائد القوات البرية في 94، أي في الفترة التي بدأت منها ما يعرف في الجزائر بالحرب القذرة، لأنها بدأت تقريبا في مارس 94، الانقلاب كان في يناير 92، ولكن الحرب القذرة بدأت حينما قال رئيس الوزراء يومها على الرعب أن ينتقل للطرف الآخر. بعد هذه المقولة بدأت المجازر والاغتيالات والاختطافات،
ووصلنا إلى أكثر من 200,000 قتيل باعترافهم هم. فإذا ده كان بيقتل بالمئات زي ما حضرتك بتذكر، لكن بيحاكم الآن على شيء تافه. طب مش دي يعني سرق ممكن 20 مليون دولار 50 مليون دولار لا شيء. طب مش ممكن يكون، أنا بعتذر مش قصدي أشكك في كلام حضرتك، مش ممكن تكون الروايات المتواترة بدون توثيق أو وثائق أو شهادات ربما تكون نوع من المبالغة في دور الراجل ده أو في الجرائم اللي ارتكبها الراجل ده؟ لا، موجودة بالوثائق، موجودة كتب، موجودة منظمات حقوقية عالمية موثقة، موجودة شهادات بأنه كان بيخش قرية يقتل 500 بأن المخابرات العسكرية كانت تذبح وكانت تقتل. يعني في كتاب مشهور يسمى من قتل في بن طلحة، بن طلحة هذه ضاحية من ضواحي العاصمة، أحد الشهود ولم يكن إسلاميا بالمناسبة، كان علمانيا، روى كيف ذبحوا في تلك الليلة، كان هو من القلة التي نجت، وكيف أن الهليكوبترات كانت جاءت المساء وكانت تحوم في المساء، وأنهم ذهبوا هم قبل يومين يطالبون بالسلاح ولم يعطى لهم لأنهم بدأوا يوزعون السلاح على القرى الحكومة يعني، وأن شافوا أمور كثيرة مشبوهة ولكن لم يستمعوا لهم، وأن حينما بدأ الذبح ذهبوا إلى الـ نعم كتابه نعم من ذهبوا قتل من قتل بن طلحة، ذهبوا إلى الجيش يعني العناصر العسكر اللي كانت قريبة، قال لهم ليس لدينا أوامر بالتدخل. بقي القتلة ما يزيد عن 8 ساعات كاملة في إحدى ضواحي العاصمة التي لا تبعد أكثر من ربع ساعة بالسيارة إلى القصر الرئاسي أو 10 دقائق حتى. إذن هذه واحدة من بيذبحوا بأي ذنب؟ الرعب. كانت نظرية، ربما مطلع على كتاب ناومي كلايني التي كتبت نظرية أو على الأقل جسدتها يعني الصدمة والرعب، عقيدة الصدمة. عقيدة الصدمة، وانت عارف عقيدة الصدمة استخدموها في العراق في حرب 91 ومش يستخدمها في تشيلي، ويعني استخدمت يعني في التو سكولز اللي معروفة، شيكاغو سكولز والأمريكا سكولز بالضبط. كل هذه المدارس اللي هي مدارس أمريكية وكانوا فيها فرنسيين بالمناسبة كثير، لأن الفرنسيين أيضا مارسوا الصدمة ضد الجزائريين مش في الخمسينات، حتى من الأيام الأولى للاحتلال مارسوا الصدمة إلى درجة أنه كان مرعب مرعب. يعني في شهادات لضباط فرنسيين كانوا في القرن 19 وتحدثوا ماذا فعلوا بالجزائريين لا تستطيع أن تقرأها، هذه بشهادات الفرنسيين أنفسهم يعني. بالمناسبة في كثير من الدراسات يعني دول ما عملوش، عملوا أهو الجزائر وقائع مجزرة معلنة، دول عملوا أسوأ من الفرنسيين عملوا في الجزائريين، تعلموا منهم تعلموا منهم ومارسوا تقريبا نفس التطبيقات وهي الرعب. لأنك حينما، وهذه النظرية طبقت في أمريكا اللاتينية أمريكا الجنوبية، وحينما تمارس ذلك فإن الناس فيما بعد تبحث على الأمن فقط، لأن الأمن هو أولى الأولويات للبشرية. أيوة. فالناس تبحث على الأمن، ولذلك بعد ما فعلوا هذا وجاءوا ببوتفليقة في 99 رضيت الناس بذلك. ونحن لدينا مثل في الجزائر يقول حينما ترى الموت فإنك سترضى بالحمى، بالحمى يعني أو الحمى بالمرض يعني الحمى يعني الحمى احنا نقول الحمى حينما ترى يعني الموت فإنك سترضى بالحمى. إلا احنا في مصر نقوله ازاي بقى؟ مش عارف، إن جالك غصب خده جميلة، يعني إذا الحاجة فرضت عليك استقبلها كده كأنها يعني راضي عنها. طيب إذا كان الرجل الجنرال ده بيحاكم بتهمة الثراء غير المشروع وغض الطرف عن جرائمه، فهناك أيضا تقارير أو عن استدعاء قضائي للأمين العام السابق للحزب الحاكم عمار السعداني واتهامه بتلقي أموال من المخابرات المغربية برضو في القدس. هذا الصدام الآن، حتى هذا المحاكمة بتاع هذا الشخص الجنرال السابق يدخل في إطار صراع الأجنحة القائم، وأعتقد أنكم ما تعرفوه شوية، لكن احنا عندنا صراع أجنحة قوي جداً يعني أدى إلى وجود جنرالات في السجن الآن، يعني أهم كثير من هذا الجنرال القاتل يعني. وفي جنرالات هاربين، إحنا الآن في جنرالات هاربون، في جنرالات في السجون، في جنرالات خائفون، في جنرالات في التقاعد، بمعنى أن القيادة العسكرية تفتتت وتشتتت وتخاصمت، ليس فقط الواجهة المدنية التي تهشمت وجزء منها يتواجد الآن في السجن. هناك حالة من الصراع والصدام شديدة على مستوى السلطة. بعد قد إيه حصل ده؟
بعد 22 فبراير بعد خروج الشعب. لا أنا آسف، لا لا مش قصدي، يعني بعد كم سنة حصل الصدام بين العصابة؟ 27 سنة الصدام الكبير. أيوة كان الصدامات دائما تحدث، لكنها كانت تحدث مثلا الإطاحة برئيس زروال وهو جنرال سابق في صيف 2000 في صيف 98 حدث صدام بين الجنرالات، بين جنرالات الدفاع وجنرالات الرئاسة. طيب ما احنا اتنين يعني من مش 27 سنة. لا قصدي الصدام الكبير وقع من الانقلاب، من تاريخ الانقلاب، الى الان 27 سنة، لكن وقعت صدامات في الوقت يعني كانت تقع صدامات، لكن اكبر صدام هو هذا الذي نشهده الان. ليه سؤالي كنت بسألك بعد كم سنة؟ سؤالي يعني اذا جبنا الحالة الجزائرية كان انا فاهم انت تريد ان تقارنها بالمصرية. مزبوط انا فاهم. توقعك يعني متى يحصل الصدام في مصر بين عصابة العسكر اللي تحكم؟ هل هنظل 27 سنة؟ لا، شايف التسارع، شايف الانترنت المتسارع، شايف الموبايلات. انت عارف الموبايل هذا كم قبل 20 سنة كيف كان، يعني كان زي هاك يعني أنا. ايوه انت شايف الان الموبايل يعني شيء صغير. وبعدين هذاك اللي كان زي هاك كان يقوم بالتليفون بس يعني او تسلك رسالة، الان بهذا الموبايل تعمل كل شيء يعني تقريبا كل شيء. فقصدك ان وجود التكنولوجيا الحديثه هيسارع بالاحداث مش 27 سنه بالضبط. يعني قضيه يعني ايش اللي عمله هذا الممثل اللي خرج اسمه ايه، محمد علي، محمد علي ايش عمل يعني بتليفون على على الفيسبوك وعلى يعني احدث ضجه يعني. انت عارف ان مارك مؤسس الفيسبوك بيقول لو كان الفيسبوك موجود في 2003 لم تكن هناك حرب في العراق. لكنه يكذب. ليه؟ لأنه هو مخادع. هو أصلا فكرة الفيسبوك هذه أخذها على ناس آخرين وبعدين نتعامل معهم. وبعدين الفكرة أصلا فكرة الفيسبوك كانت فكرة هي للإثارة الجنسية، بدأت هكذا يعني في الأصل. هو يريد الآن أن يلبس لباس فيه نوع من السلام، الحكمة التي تأتي متأخرة. لأن زوكربيرغ، لا زوكربيرغ مخادع، والدليل أنه أعطى تحكم في الفيسبوك إلى الإماراتيين، لا وأعطى في الانتخابات الأمريكية مثلا، وأعطى لترامب مثلا. طيب حركة مجتمع السلم تحمل السلطات مسؤولية تعطيل الانتقال الديمقراطي، ده برضو في القدس، جريدة القدس العربي ما شاء الله يعني عبد الباتا عبد الله عطوان واضح انه مهتم بالشأن الجزائري. لا هو تركها بطبيعة الحال. انا اسف. طيب يعني واضح انها مهتمة. طيب ما هو تعليق هو في الرأي العام، لكن الان ابشع يعني، هو في الرأي العام بيقول كلام اي كلام يعني. واخر شيء قال مثلا، اخر شيء هذا على عبد الباري عطوان، قال بان الجزائر لديها غواصات لا تملكها فرنسا وايطاليا واسبانيا. اوه ده ما بيحبوكوا الراجل يعني. ونقلت عليه الصحافة عندنا هناك انهم كانوا بيحتاجوا ان ينقلوا شيء من هذا، يعني زي صاحبكم بتاع الكفتة هذا اللي كان ايوه عبد العاطي. طيب تعليق حضرتك على ده، على حركة مجتمع السلم. نتمنى ان يثبتوا على هذا الموقف. والبصة والرياكشن على وش حضرتك مش 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 ما فيهوش التمني، لان للاسف اخواننا في حركة حمص، ونقول لهم بكل صدق واخوة يعني، متقلبين المواقف ولا يثبتون على موقف. فمثلا هم كانوا مع انقلاب 92 زي ما كان حزب النور عندكم، وغالبا كانوا مع تجديد العهدة الخامسة. لا ما كانوش مع تجديد العهدة الخامسة، ما كانوش معها، لكن كانوا ضدها، لكن على خوف من آل فرعون. على خوف من آل بوتفليقة، من آل فرعون. طيب نتمنى، لكن كان عندنا خبر انه قديم انه اخو بوتفليقه خد 15 سنة سعيد بوتفليقه ولا قريبه، يعني كان في بشاير حلوه بالضغط بتاع الصراع على السلطه ليس اكثر. لان الذي سجنهم وهو قائد الجيش سجنهم، والتهمه قال انهم كانوا يتآمرون على رئيس تشكيله عسكريه ويتآمرون على نظام الحكم. وما كانش يتآمر على نظام الحكم، سعيد كان هو الحاكم، لان اخوه كان في عالم اخر من ابريل 2013. فاللي حاكم حقيقي كان سعيد، وقائد الجيش كان يدخل عند السعيد ويقدم له التحية العسكرية، لأنه كان هو الحاكم وكان يعرف أنه بخاتمه يستطيع أن يطرده في أي لحظة. لكن في لحظة معينة عندما انطلق الانتفاضة الشعبية في 22 فبراير، بدأت الخصومة تكبر بينهم، وشاف قائد الجيش أنه في بقي شهرا كاملا معهم من 22 فبراير إلى 26 مارس، يقول أن هذه مؤامرة وهذا المغرر بهم، زي ما قال مبارك مثلا. لكن في لحظة معينة فهم أنه جاءت لحظة الهروب من الباخرة التي تغرق، فهرب
وفي تلك اللحظات كان الشقيق الرئيس يتآمر، مش يتآمر في الحقيقة، يتحدث مع قائد المخابرات للإطاحة بقائد الجيش وفرض حالة الطوارئ، لكن بدل ما يتعشوا به تغدى بهم فقط. أنا عندي سؤال قبل ما انقل على الشأن التونسي والسودان. يعني كما أرى في الفيديوهات القادمة من الجزائر، هل حقيقي أن الشعب الجزائري أو جزء كبير من الشعب الجزائري بيكره السيسي عبد الفتاح السيسي؟ بشكل لا يمكن أن تتصوره، إلى درجة أن كلمة لا إله إلا الله والسيسي عدو الله كانت في الجزائر. أيوة. أول مرة هي بدأت في اللحن جزائري، يعني قصدي أقول كله الملكية الفكرية للجزائريين. نعم. ما السبب؟ الشعب الجزائري يكره الظلم، يكره الظلم، الظلم ويقاوم الظلم. الشعب الجزائري مثلا مع الشعب الفلسطيني بشكل كبير جدا، كبير جدا جدا، لأن الشعب الجزائري تعرض لظلم رهيب جدا. الشعب الجزائري كان مفروض الجزائر هذه اليوم زي ما حدث للهنود الحمر في أمريكا. أي. الفرنسيين لما دخلوا كان صار نقاش طويل بيناتهم أن يقومون بمثل ما قام به البيض في أمريكا، وكان كان البيض قاموا بذلك قبل 100 سنة أو 150 سنة. في آخر لحظة تراجعوا، ولكنهم عمليا قتلوا ملايين الجزائريين في القرن 19، ملايين ملايين. في أحاديث مؤرخين فرنسيين يتحدثون أقل شيء 4 مليون، في اللي يتكلم على 4.5، في اللي يتكلم حتى على 8 مليون، بغض النظر لكنهم كانوا بالملايين، والشهادات العسكر الفرنسيين فظيعة وفظيعة جدا. إذن هذا الإرث اللي عايش في الشعب الجزائري، ولذلك فيه الثورية، فيه العنفوان، وفيه الرفض المطلق للظالم، وهم شافوا. لكن حبوا عبد الناصر، حبوا عبد الناصر، لأن عبد الناصر كانت هناك دعاية رهيبة، وعبد الناصر ما فعلش ما يفعل السيسي يعني مهما كان. بس القطار بدأ من عند عبد الناصر، زي بومدين، زي ما بدأنا الحديث، الانحراف بدأ من هناك. لكن الشعوب أخذ لها وقت أولا باش تفهم ما يحدث، ثم أن لا تنسى أن ذاك لم يكن هناك موبايل ولا انترنت ولا يعني لكن كان فيه لكن يعني صوت القاهرة، صوت العرب، وأحمد سعيد وكل شيء، كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم، ودخلنا على تل أبيب، وإيش حنعمل في اليهود، نرمون في البحر أو وتعارف الله. لكن بعدين لا، هو كان كاريزما بصراحة، وكان بعدين عنده الكاريزما هو. بومدين أيضا كان كاريزما. أيوه. طبعا. فهذه كلها أخذت وقت، لكن طبعا الحراف بدأ معهم صراحة. لكن مع ذلك لا يمكن أن تقارن بين عبد الناصر، لا 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 خالص، عبد الناصر والسيسي. يعني حضرتك بتقول لي السبب في كراهية الشعب الجزائري للسيسي هو الظلم. طب محمد بن سلمان بيظلم، لكن ما تعملوش لحن، ما تعملوش أغنية. لا، شافوه الشعب الجزائري، شافوا المصريين يقتلون أمام عيونهم بطريقة بشعة، وشافوهم كانوا سلميين، كان معهم أطفال ومعهم نساء ومعهم، كان حزن عميق في الجزائر، رغم أن الجزائر دي كانت محطة السيسي للعودة إلى حضن الدول الإفريقية. صحيح، لأنه العصابة الجزائرية، والآن كلمة العصابة بالمناسبة مش بس من عندي، بيقولها أيضا قائد الجيش الآن لما بيتكلم على زملائه اللي في السجن، للعصابة، بيقول العصابة، بل وصل قال أكثر من ذلك، قال نحن الجزائر كانت في استعمار ثاني. أوه. يعني وكانوا مش موجود، وكانوا مش بالضبط. السيسي لماذا ذهب للجزائر؟ في الحقيقة 3 أسباب. السبب الأول أنهم دعموه بالمال مباشرة بعد الانقلاب، لكن هذا طبعا لم يعلم، طبعا بوتفليقة والمجموعة، طبعا انتم لا تعرفون هذا. الأمر الثاني، مبالغ كبيرة يعني، مليارات. أوه. على الأرجح أنها في حدود 3 مليارات. ده ما بنسمعش عنه خالص، ما تسمعوش بطبيعة الحال، لأن في مشكلة، المشرق لا يسمع كثيرا للمغرب. صحيح، ده حقيقة، احنا جاهل قوي بالمنطقة المغاربية. صح صح. السبب الثاني أنه الغاز الجزائري أعطي للسيسي في حين منع على أيام مرسي رحمه الله. أيوة. أعطي للسيسي بكارب، لا ده فتحت له أبار، يعني فتحت له أبواب الغاز. والأمر الثالث، والسؤال اللي كان ليه بيعملوا معاه كده، كانوا عايزين منه إيه؟ حلفائهم هم ضد الثورة، هم ضد ثورة الشعوب. يعني النظام الجزائري كان يرتعش ارتعاش، السيسي لما عمل الانقلاب عاد الروح للنظام في الجزائر، للعصابة في الجزائر. في سبب ثالث رأى ذهب السيسي إليهم، لأنه الاتحاد الإفريقي إذا تذكر جيدا كان جمد عضوية مصر، اللي عادها هو النظام الجزائري، وخاصة وزير الخارجية طلع مامرة. أقنع الأفارقة وضغط على الأفارقة بقوة حتى بالمال الجزائري لكي يعيدوا عضوية السيسي. أي نعم،
فكان طبعا السيسي لابد أن يرد. إيه الكرم الحاتمي ده يعني؟ يعني أموال وغاز وعودة إلى حضن. هو قبل ما يروح المؤتمر في أثيوبيا كان عدى على الجزائر وقعد مع الجزائريين. يعني لماذا هذا التأييد المطلق؟ هل كانت الجزائر مثلا والعصابة الجزائرية دي كانت تتمنى السيطرة مثلا على مصر أو التحكم في القرار؟ لا، يكفي أن السيسي يهدم مصر بالنسبة إليهم، هذا أمر جيد، بس يهدم الثورة المصرية، فهذا يخيف الجزائريين ويعطلهم، وفعلا عطلنا شوية السيسي، لكن كان فقط لوقت مش طويل، يعني زي ما عطلتنا شوية سوريا، لكن لوقت مش طويل، مش طويل. بعدين في لحظة معينة الشعوب تنتفض. طيب قائد صالح زعيم العصابة بيقول قطار الجزائر على السكة الصحيحة. على السكة الصحيحة اللي تذهب به إلى جهنم يعني إذا بقي هو. يعني طيب إيه فتحوا يعني؟ علينا أبواب هم في 92 لما قاموا بالانقلاب. قالوا أن هذا تعديل بسيط يعني في الأمر. وفتحوا بعدين علينا أبواب الجحيم. أيوة بس يعني. الحل رحيله. ورحيل الكمشة الجينات اللي تحكم البلاد. وأن تكون هناك دولة مدنية، لأن الشعب يقول لا انتخابات مع العصابات، ويقول هذه. هذا كان سؤالي بقى. كنت أقول لك كيف يتم إجراء انتخابات صحيحة نزيهة ديمقراطية في وجود زعيم كبير عصابة زي ده؟ وهذا هو اللي يقوله الشعب الآن في 7 أشهر. بالمناسبة احنا اليوم ندخل اليوم الأول في الشهر التاسع، أكملنا أمس 8 أشهر. 8 أشهر، وبالمناسبة أيضا ما فيش دولة واحدة في العالم واحدة تعاطفت مع الشعب الجزائري أو مع الصحفيين المسجونين أو مع المناضلين المسجونين أو مع غلق العاصمة، تخفيض الإنترنت. الآن كثيرين من الجزائريين لا يستطيعون أن يتابعون الفيسبوك، وإحنا عاملين الموضوع. أنا عملت له شير الطلاب جاي تزورون الثلاثة 35 على التوالي ضد النظام. نعم، هذه ثلاثاء بالنسبة للطلبة، وبالنسبة طبعا الأقوى هي الجمعة، والجمعات قوية وقوية جدا يعني. طيب بس أنا عندي سؤال في الكلام اللي قلته من شوية ده. أنا لاحظت فعلا أنه يكاد يكون في تعتيم، ربما أكون مبالغ شوية وتصحح لي، تعتيم إعلامي دولي على ما يجري في الجزائر. صحيح، الناس نسيت يعني ما فيش أخبار من الجزائر بتيجي. وحتى نكون منصفين، كتبت كثير من المجلات خاصة الأنجلو ساكسونية الأمريكية بشكل خاص وأخرى أيضا عالمية، كتبت مقالات رائعة عن سلمية الشعب الجزائري، لأن الجميع كان يتوقع أن حينما تنتفض الشعب الجزائري سوريا حتكون لعبة. فجنب اللي يحصل في الجزائر. نعم، ولذلك كان هناك رعب، ورعب عند الجميع. كثير من حتى كثير من الجزائريين ما كانوش يعتقدوا أنه ممكن يكونوا مسالمين يعني. اللي أحدث الشعب الجزائري هو أحدث مفاجأة على المستوى العالمي، هو أنه لحد الآن عندنا 4 شهداء فقط بإذن الله. وموتهم أيضا لم يكن مباشر، يعني 2 قتلهم الشرطة بطريق ضرب، واحد كان مريض فمات، وواحد سكتة قلبية، واحد نظن بلطجي رمى عليه حجرة. يعني عندك في فترة في بعض الجمعات وصلوا إلى 20 أو 22 مليون، يعني أكثر من نصف السكان. طيب بس خليني معلش يا أستاذ علي، أنا عايز استفيد منك برضو. بماذا تفسر أنه في 3 أيام ما يحدث في لبنان يعني يهتم به العالم كله وعلى السوشيال ميديا، بينما ما يحدث في 8 شهور من الجزائر ما حدش بيهتم به؟ هل للقارئ أو هل للمستخدم شهوة لثورة تجاه ثورة أخرى، أم أنه لعبة إعلام فقط لا غير؟ لا، هو لما نتكلم على العالم هنا نتكلم على القوى الكبرى وبعض القوى الإقليمية المؤثرة. لا، هم بالنسبة للجزائر يريدون لكبار الجنرالات أن يقمعوا الشعب بهدوء بصمت بدون عنف. طب ممكن يكونوا عايزين كده بالنسبة للبنانيين؟ لا، أولا لو نعود بسرعة، النظام اللبناني القائم هذا هو نظام بالمناسبة هو ديمقراطي. لا، جايب انتخابات. لا، هذا نظام طائفي. تمام. ومبني على معاهدة الطائف. أيوة بتاعتها. تمام. اللي صنعها الأخضر الإبراهيمي، والأخضر الإبراهيمي هذا أنا متأسف جدا أنه جزائري. أيوه. لأنه هو عميل للإمبريالية العالمية، وبدأت من قضية الطائف، من قضية لبنان، لأن قدم لفرنسا وأمريكا ما لم تكن تحلم به، والسعودية يومها ما لم تكن تحلم به، فأنشأ نظام مسخ. هذا النظام الموجود في لبنان نظام مسخ، محاصصة ده. محاصصة. ولذلك ثار الشعب. طبعا الشعب لم يثور فقط على صحيح المعلومة، لو أنا غلطان، أنا قريت اسم الأخضر إبراهيمي ده في العشرية السوداء.
نعم كان وزير الخارجية، وكان وزير الخارجية وكان يذهب إلى العواصم ويقول لهم سيأتوكم الأفغان، الجزائر ستتحول إلى أفغانستان. إزاي الراجل ده مكمل لحد دلوقتي؟ مكمل لأنه إرادة دولية. نخضر الإبراهيمي من أكثر الشخصيات، ده مجرم. هذا هو الذي يعني مش بس لبنان، أفغانستان مثلا بعد غزوها هو الذي ذهب ليصلح ما أفسده الاحتلال الأمريكي، يعني يصلح بالطريقة الأمريكية، وذهب إلى العراق بعد احتلال العراق، وذهب إلى سوريا، أينما ذهب نفذ الأجندة العالمية، أجندة القوى الكبرى الاستعمارية، لأنه هو أصلا عقلية استعمارية، ووالده كان أيام الثورة الجزائرية مع الفرنسيين، كان يريد أن تبقى الجزائر فرنسية. والده كان قائد، كان قايد، احنا نسموهم قايد، قايد بمعنى هذا المسؤول الجزائري ليضعوه الفرنسيين وسيط بينهم وبين الشعب، بينهم وبين الأهالي كما كانوا يسموننا. طيب، ما هو ده اللي انا استغربته، الراجل ده كان الواجهه الدبلوماسيه للمذابح التي جرت في الجزائر في العشيه السوداء. لا، قبل المذابح شويه، لكن كان الواجهه للانقلاب، لانه هو غادر، طردوه في صيف 93 وذهب للام بي سي بالمناسبه، اصبح مستشار لدى الام بي سي. طيب، اذا لبنان، ما يحدث في لبنان من حراك شعبي واحتجاجات شعبيه أكثر الضوء عليها أكثر من ما يحدث في الجزائر. أنت بتفسر ده بالقوى العالمية، وأنه أنا تريد لأن لبنان مهما يعني لو بكرة يصبح جنة الديمقراطية، يبقى لبنان تأثيره محدود جدا، وبعدين الطوائف متصارعة ومتناكسة ومتناكفة ومتخاصمة، فلن يذهب بعيدا. وبعدين هو لبنان أصلا صناعة فرنسية، يعني أنت عارف أنه قطعوه من سوريا يعني. أما الجزائر هذه كانت تشارك في حكم العالم قبل 200 سنة، يعني تعرف أن بالمناسبة أن محمد علي أخذ مصر بعد سقوط الأسطول الجزائري والعثماني في معركة نافارين في 1827، وجزئيا الأسطول المصري يومها. فاستقل محمد علي بمصر عن الباب العالي واحتلت الجزائر. لولا دفاعنا على الدولة العثمانية يومها اللي حاربها كل العالم بما فيهم روسيا، حوالي 17 دولة أوروبية يومها خاضت حرب ضد الدولة العثمانية، وذهاب الأسطول الجزائري للدفاع عن الدولة العثمانية، وانكسار الأساطيل الثلاثة العثماني والمصري والجزائري، لما احتلت الجزائر، لأن أسطولنا كان أسطول قوي جدا، كان يرعب الغرب كله. هل تعلم أن بريطانيا وهولندا خاضت حرب مشتركة ضد الجزائر في 1815 أو 16، وظلت الجزائر محاصرة لستة أشهر؟ كان لدينا مدفع يسمى مدفع شيء يسموه الجزائريين مرزوق، مدفع مرزوق، هذا كان يوصل 4 كيلومتر، يومها 4 كيلومتر زي ما هي 4000 كيلومتر الآن. فحصار ستة أشهر من قوتين استعماريتين كبريتين، يعني هولندا وبريطانيا، وانتصرت الجزائر في النهاية. لكن كسار الأسطول الجزائري اللي كان يحرس البحر المتوسط، وكان لا تمر باخرة غربية بما فيها الأمريكية إلا أن تدفع التاكس، بعد الانكسار انكسرت الجزائر، وبانكسار الجزائر انكسرت المناطق، وحتى العرب غلبوا معاكم لما فتحوا الجزائر، يعني وإفريقيا والعرب يعني غلبوا معاكم قوي، يعني تعبوا جدا في دخول إفريقيا، يعني نعم. في مدن في الجنوب الجزائري قاومت 60 سنة، يعني الفرنسيين وصلوا لمنطقة تمرست في 1892، هذا في الجنوب الجزائري. يعني ظلوا 60 سنة والجزائريين يحاربونهم حتى وصلوا إلى المدن الجنوبية، وبعد أن وصلوا المدن الجنوبية وخضعوا على المقاومة الجزائرية دخلوا إفريقيا بسهولة. أنا بس عندي سؤال للشأن الجزائري، بس برضو سؤال وكنت لما قابلت مثقفين وفنانين جزائريين في أوروبا كنت بسألهم السؤال ده، يعني بس عايز تعليق سريع عليه عشان عندي أسئلة تانية. نعم. هو يعني إيه تفسير أنه الثقافة الشرقية غالبة على الناس، وفي تعتيم من زمان على عن الـ 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 الغرب العربي، يعني عن غرب شمال إفريقيا، ليبيا، الجزائر، عندكم كتاب والسينمائيين، حركة ثقافية واسعة جدا في الجزائر وفي المغرب، ما السبب في أنه إحنا عندنا في الشرق مالناش علاقة بالغرب العربي؟ إيه سبب؟ تعالي بعض النفوس الضعيفة يعني نشرت هذه الثقافة
وطبعا الجزائر كانت محتلة لغاية 1962. أي. فهذا يقدر لغاية الستينات مفهومة يعني. لكن بعد الستينات النظرة المشرقية عموما فيها نظرة عنصرية. وأنا أقول ولا هي فكرة غنى يعني فكرة إن الشرق العربي كان معاه الفلوس والبترول وبيشغل الكتاب ولا لا ما كانوش أنا ما كانوش يومها يعني حتى لا بعد بعد السبعينات بعد البترول لا بعد السبعينات لم تعد حتى المشرق العربي أصبحت الخليجيين يعني والمال الخليجي المال الخليجي طبعا فيما بعد دمر العقول كلها واشترى العقول ودمر الثقافة ودمر كل شيء بكل أسف. طيب هعرض على حضرتك مجموعة صور وعايز تعليق صغير من الصورة اللي هتشوفها. خلينا نبدأ بأول صورة كده واسمع تعليق حضرتك عليها. عدو الله عدو الله عدو الله وما عنديش تحفظ عليها نهائيا. بالمناسبة أنا كنت نشرتها في الفيسبوك ونزعتها قبلها يعني لأن بعض الزملاء قالوا الكلمة قوية جدا لكن رددها الشعب الجزائري بعدها بساعات. لا إله إلا الله السيسي عدو الله. أنا لم أقل لا إله إلا الله قلت فقط أن السيسي عدو الله لكن الجزائريين قالوا نظن. طب أنت كشخص عايش في الجزائر وعارف الجزائريين هل فعلا الكراهية من جوه داخل الشعب الجزائري أو تجاه هذا الرجل إلى هذا الحد؟ أنا عايش في الجزائر بقلبي وبنفسي لكن بجسدي لا. أنا لا يعني أزول عندك اتصالات بالجزائر دائما طبعا. أنا عايش هناك الجسد فقط في بريطانيا. لا لا في كراهية شديدة شديدة للسيسي ما تتصورهاش. جادة قوي كده كراهية جادة قوي كده لحد ما يقول الجمهور لا إله إلا الله السيسي في أي مناسبة على فكرة في كورة ماتش كورة بيلعبوه مش عارف في مظاهرة مالهاش علاقة. عارف أن السيسي ما ذهبش إلى النهائي. تعرف أنه ما ذهبش إلى النهائي نهائي بطولة أفريقيا لأنه شك لأن قبلها بأسبوعين أو ثلاثة رفع شعار لا إله إلا الله السيسي عدو الله. فالمعلومات التي لدي أنه خاف من أن تكرر في الملعب فيكون فقيل له أنه ربما لو يشوفوك حيقولوها بشكل طبيعي بالرغم كان تخويف كبير في الجزائر من بلك تقولوا شيء تقولوا للسيسي كان في تخويف حتى أنا هاجموني كثير قالوا لي أنا قلت للجزائريين لو يطلع السيسي هاجموه يعني لو تروحوا هناك وتشوفوا السيسي هاجموه. فطبعا الكثيرين هاجموني قال لي هذا الكلام في خطر على الناس وعلى الجزائريين. أنا أرى أن الجزائري من الشجاعة ومن القوة أن يواجه قاتل مثل هذا. ماذا سيفعل يعني؟ كان لو اعتقلهم هناك كانوا يسلمون للجزائريين وبعدين النظام الجزائري لا يستطيع أن يفعل شيء. ولو مسكهم هناك فتكون المصيبة على النظام الجزائري يعني متحمل مسؤولية أبناء شعب بطبيعة الحال. لا كراهية الشعب الجزائري لدرجة أن نقول لك لو يشوفوه الجزائريين في الشارع يدحسوه بأقدامهم يعني مش بدون تحفظ يعني ربنا يبعثه عندكم الجزائر يدحسوه بأقدامهم. طيب نشوف الصورة الثانية سيفعلها المصريين لا تخاف إن شاء الله إن شاء الله. نشوف الصورة الثانية. قائد صالح أو القائد صالح جاءته فرصة ليدخل التاريخ فأصر أن يدخل مزبلة التاريخ. هل ممكن يغفر له الشعب الجزائري انه كان عضو في عصابه مجرمين يعني لو سلم السلطه كما توعد وتعهد في 2 افريل لما اطاح بالرئيس وبشقيقه بالمجموعه وقال نطبق الماده 7 و8 من الدستور وهي تسليم السلطه للشعب لو سلمها كنت انا من الذين دعوا ان يعطوا حصانه عما فعلوا من جرائم دماء وجرائم اموال وهذه ايضا هاجمني فيها الكثير قلت لا انا مستعد أن نتنازل على جزء من الحقيقة والعدالة وأن نضمن الوطن والبلاد لكنه أضاع الفرصة والآن مهما فعل لن يغفر له خاصة مع سجن كثيرين واليوم في هذا الوقت اللي حدثك فيه اليوم كان فيه أحد كبار المجاهدين ثورة كبار المجاهدين قادة الثورة سجنوا تعرف ليش؟ ليه؟ لأنه قالوا لماذا ذهبت للإمارات 3 مرات منذ اندلاع الثورة منذ اندلاع الحراك لأن هذا يعني المجاهد الجزائري سأل السؤال ده فالقائد صالح سجنه. المجاهد هذا كان رائدا في الثورة الجزائرية كان برتبة رائد وكان أحد كبار القادة. لا كبير في السن قوي كان رائد آنذاك في الثورة الجزائرية معناها كبار القادة يعني. أيوة فهم بس دلوقتي قصدي سنه كبير قوي 86 سنة وعندما كان عندما كان ذاك رائدا كان هذا عريفا. أيوة في نهاية الثورة وده عريف كان هذا عريف وده بتاع مخلة يعني مش خريج كلية حربية لا لن يدخل أي كلية حربية ولذلك الناس لما يخرج يقولوا سنة رابعة ابتدائي يعني هو عنده شهادة سنة رابعة ابتدائي بس من عريف في الجيش إلى قائد بالأقدمية فقط
ولأن بوتفليقة استخدموا في مواجهة جنرالات آخرين لأنه كان شايفه مطيع، وبالفعل فعل به كل ما يريد. ومع ذلك جاءته الفرصة. وفي كده في الدنيا، بس لحظة بس، يعني في واحد يتخرج من كلية فنية عسكرية أو كلية حربية وذاكر وتعب وسنوية وبعدين الكلية الحربية، يجي واحد بمخلة، بنسميه عندنا بمخلة، عارف انت اللفظ ده؟ لا. بمخلة يعني عريف اتطوع وهو صغير في الجيش بعد الإعدادية، خد المخلة، المخلة دي اللي بيحط فيها أغراضه كلها، وبعدين يترقى يترقى يترقى. بس عندنا آخره نقيب في الجيش، آخره نقيب ويروح، إنما ده يوصل لمدرجة إنه يبقى قائد الجيش؟ في مقولة تقول أن الممرض مهما كانت خبراته ما يعرفش يعمل إيه، مش هيكون جراح، وهذه حقيقة. ممكن يعرف يعمل جراح، لكن لن يكون جراح، لأن القضية هي قضية علم وفهم. ذكر ممكن يحكم الجزائر، هذا الآن هو الحاكم. طيب ما أنت كده زي سوري أوغندا لما كان بيحكم عيدي أمين، ما هو كان برضو عيدي أمين كان كان برضو عريف في السلاح الملكي الأوغندي ثم ترقى، ولذلك هو لا يفهم ما يجري ولم يعرف أن يدير المرحلة. وحينما جاءته الفرصة ليدخل للتاريخ أصر أن يدخل لمزبلة التاريخ. أنا في الحقيقة هنا وقفت أمام آية أراها أنها من محكم القرآن، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وفي آية أخرى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يصلح عمل المفسدين. فهذا لأنه كان قاتلا في التسعينات، أراد ربك أن يراه الناس وتكون نهايته، وأنا أتوقع أنه نهاية بائسة جدا، لأنه جاءت الفرصة أن يصلح وأن يعتذر. مش يعتذر شعب، يعني الشعب في بداية أبريل كان ممكن يخرج الملايين ينادوا باسمه لو قال نعم سنبدأ في إجراءات تطبيق المادة 7 و8 كما توعد، لكنه أخلف وعده وأخلف وعده وأصيب بالزهايمر فلم يعد يذكر المادة 7 و8 على الإطلاق. والمادة 7 و8 من الدستور بالمناسبة، وهي تعيد الحكم للشعب في حالة الخلاف. أيوة فاهم. ففوت على نفسه، فوتها والآن أيوة. بس أنت إزاي يعني برضو يعني بعقلك إزاي أنا كنت فرد في عصابة مجرمة قتلت آلاف الجزائريين وأثريت ثراء فاحش من الحرام وشركائي في السجن، إزاي أسلم عنقي لثورة والحراك شعبي وديهم الحكم كده؟ طب أنا ما الضمانات؟ إذا هو لم يسلمها طوعا سيسلمها كرها، وسيسلمها كرها وسيدفع ثمن غالي، لأن الذين هم في السجن الآن ممكن ما يدفعش الثمن. لا سيدفع ثمن، ممكن ما يدفعش ثمن، صدقني. طب هديك دليل دلوقتي، أعطيني الدليل لما تشوف الصورة اللي جاية. تفضل. هل دفع بوتفليقة الثمن؟ هذا أكبر ثمن يدفعه هو هذه الصورة. هذا كان خب دب، كان يتلاعب، كان عفريت، لكن عفريت بالشر، ولكنه انتهى إلى أنه لا يستطيع أن ينطق كلمة. ماشي بس ما تحكي هذا. لا دفع الثمن. ما الثمن ده؟ ثمن أنه الآن لو ما يكونش واحد أمامه يعطيه مية حيموت عطشان. ثمن أنه الآن لو ما يكونش واحد يغير له لباسه الداخلي حيكون قذارة كاملة. ثمن أنه الآن يرى لا يستطيع أن يتكلم، ويرى نفسه أنه هو الزعيم، لأنه كان يرى، كان يقول مواصل إنكارناسيون دو لالجيري، أنا أجسد الجزائر، أنا المجسد لها. فإذا به الناس تلعنوا بكل الألوان وبكل الألسن. كان يظن نفسه أنه سيدخل التاريخ من أبوابه الواسعة، فإذا به يخرج من أضيق الأبواب، وما زال ما زال. بس دي نظرة درويشية خالص، درويشي للأمر. هذا الرجل قتل الألاف صح؟ لا هو ما قتلش الألاف حتى نكون صادقين، لكن هو شوف هو ساهم. هذا باختصار لم يقم بالثورة وزعم أنه قام بها، وكان مشارك في حرب تحرير الجزائر يقولون، لكن الذين يعرفون لا الذين يعرفونه بالتفصيل يقولون أنه كان يلبس لباس ويأخذ صور ودخل مرة واحدة الجزائر، إلى درجة أن الرئيس بومدين اللي كان صديقه جدا أرسله إلى مالي، إلى مالي جنوب الجزائر، هل فيه ثورة في مالي؟ ولذلك هو اسمه الحركي الثوري يعني عبد القادر المالي، هل فيه ثورة في مالي؟ هذا واحد. الأمر الثاني، هذا هو الذي أرسله بومدين إلى الزعماء الخمسة في السجن في فرنسا،
هل تعتقد ان الفرنسيين ما كانواش عارفين ايه قصه الزعماء الخمسه في السجن؟ معلش قصه. تعرف ان اول طائره اختطفت في العالم من اختطفها؟ لا. فرنسا، فرنسا الديمقراطيه تحمل حقوق الانسان، هذه خطفتها في 56. كانوا الزعماء الخمسه هذول يسموهم الزعماء الخمسه، هم اربعه والكاتب معهم يسموهم الزعماء الخمسه، كانوا عاملين مؤتمر في المغرب. دول الجزائريين، جزائريين قاده الثوره. لا هذو قاده الثوره يعني. أي. كانوا عاملين مؤتمر في المغرب لتوحيد المغرب الكبير، كانوا يقولون أنا ذاك المغرب العربي، أنا أفضل دائما كلمة المغرب الكبير، لتوحيد المغرب الكبير. وذهبوا إلى المغرب. مين الخمسة دول أو مين الأربعة؟ الخمسة أحمد بن بلة طبعا تعرفوه. طبعا الرئيس. طبعا طبعا. أيت أحمد. هذا حق هم دول الخمسة؟ واحد اثنين. نعم أحمد بن بلة على الشمال ده خالص. أحمد بن بلة على الشمال. تمام. محمد بوضياف هذا اللي مسك بعد كده الجزائر، مسك الجزائر وقتلوه. أيت أحمد هناك. الآخر هو ربح بيطات، لكن لا يبدو هنا، لا يبدو إلا إذا كان هذا، لكن صورة ربح بيطات هو أبيض. مين الجنرال العسكري؟ هذا الحسن الثاني. الملك. يقال أن الحسن الثاني هو الذي أخبر الفرنسيين، هذا هيكل يقول، لكن هيكل عليه كثير من الكلام. طبعا يعني الخمسة دول كانوا عايزين يوحدوا المغرب الكبير أو المغرب العربي، كانوا يتفاوضون مع إخوانهم المغاربة والتوانسة عشان ما تستقل الجزائر تكون دولة واحدة. كويس. كما كانت في التاريخ يعني. كويس. فالطائرة كانت منتقلة من كانت تسمى آنذاك مراكش، المغرب كانوا يسموها مراكش، إلى تونس. فالفرنسيين أخذوا خبر فنزلوا الطائرة في سماء الجزائر ونقلوهم إلى فرنسا من 56 ل 62، ست سنوات سجن هناك. سجنوا. لكن أحمد بن بلة كان محظوظ لأن عبد الناصر كان التقاه قبل الثورة وبعد الثورة، لأنهم كانوا موجودين في مصر بالمناسبة. تقصد أي ثورة؟ قصدك الانقلاب بتاع يوليو؟ نعم. كان أحمد بن بلة مش على الطائرة. لا هو انقلاب. طبعًا. أنا دائما أقول عليه انقلاب. كان التقاه، لا أنا أقصد الثورة الجزائرية. لا أقصد الثورة الجزائرية. لكن كان انتقاه بعد ما جاء عبد الناصر يعني. أيوه. لما أعلنت الثورة في يعني ثلاثة، هذا أحمد بن بلة وأيت أحمد وشخص آخر يسمى خيدر، هذا الموجود هنا اللي بين الحسن، اللي بين الحسن هذا لم يسجن معهم، لكن هذا كان موجود في القاهرة. القاهرة كانت مركز من طبعا قبل عبد الناصر بالمناسبة. ايوه عبد القادر الجزائري اسمه ده عبد الكريم الخطابي خطاب. كان موجود في الجزائر، كان موجود في القاهرة. تعرف ان عبد الكريم الخطابي عنده كلمة رائعة يسميها الاحتقلال؟ الاحتقلال؟ نعم. هو اللي واقع الآن في مصر وفي الجزائر وفي سوريا هو احتقلال. هو احتلال داخلي، احتلال بأسمائنا. أيوة صحيح. يعني أنت تعتقد أنه استقلال لكن هو احتلال. فهو قال نحن نعيش فترة الاحتلال. طيب الخمسة دول اتخطفت بيهم الطيارة أو اتخطفت بعضهم الطيارة، اتحبسوا في من الجزائر، راحوا نقلوا إلى فرنسا، نقلوا إلى فرنسا وتحبسوا هناك وظلوا محبوسين إلى غاية بتهمة إرهابيين. اتقال عليهم الإرهابيين. إرهابيين ما احنا الثوار كانوا يسموهم إرهابيين. الملك الخامس الحسن ده مش كان معاهم؟ لا ما كانش في الطائرة، ما كانش في الطائرة معاهم، بس كان من الخمسة دول، كان لا. من المجموعة اللي عايز توحد المغرب العربي. لا هو كان ذاك الوقت كان ولي العهد. أيوة. كان والده محمد الخامس كان بالفعل يريد توحيد المغرب العربي وكان مع الثورة الجزائرية. حسن الثاني لا، حسن الثاني لعب أدوار قذرة جدا في التاريخ. طيب ماشي منها، بس خلينا أكمل معاك. إذن الخمسه دول حاولوا يوحدوا، اتقبض على خمسه وراحوا. كان بقى بتقول لي حضرتك انه كان مين بيودي؟ كان هو الاتصال بومدين، كان بومدين كان قائد الجيش في 61، فكان خلاص الاستقلال على مرمى حجر، فارسل بن بلة الى هؤلاء الخمسه، احمد بن بلة وهما اربعه لان الخامس كاتب يعني. أيوه. احمد بن بلة، أيت أحمد، ربح بيطات وبوضياف. ربح بيطات هذا لم تكن له شخصية قوية، فبقي ثلاثة الزعماء الأساسيين أحمد بن بلة، أيت أحمد، وبوضياف. فذهب عرض على أول واحد عرض عليه هو محمد بوضياف، قال له أنه قائد الجيش. لا أنا آسف بس عشان التفصيل ملخبطاني. نعم. مين المرسال؟ أحمد بن بلة مسجون؟ لا لا المرسال بوتفليقة، احنا ما جبنا الحديث كله على بوتفليقة. المرسال بوتفليقة يعني المرسال اللي رايح يكلم الناس هو بوتفليقة. اهي بوتفليقة راح يكلم هؤلاء هم مسجونين بالضبط. الآن هذه الصورة. هذه الصورة اللي هو خارج المجموعة هو الكاتب، أعتقد الكاتب هو اللي مع أيت أحمد.
هذا كان كاتب يعني سكرتير بس، الأربعة الآخرين كانوا زعماء للثورة. أي. لما نقول زعماء الثورة، الثورة الجزائرية عندها 9 زعماء، 6 في الداخل و3 كانوا في القاهرة. 3 كانوا في القاهرة اللي هما أيت أحمد بن بلة ومحمد خيدر. لما سجنوا أرسل أبو مدين قائد الجيش، لم يكن يعرفه أحد إلا القليل يعني، فأرسل بن بلة إلى هؤلاء الثلاثة، بدأ ببضياف، قالوا أبو مدين يريد أن يجعلك رئيس فهل تقبل؟ فطبعا بضياف مع عنفوان الثوري وكذا شتمه، قال نفس الكلام لآية أحمد شتمه. لما قال لبن بلة وكان هو الخيار الثالث قبل، وطبعا هذا رضيت به المخابرات المصرية يومها. ده كان عيب عبد النصر قوي، لأن هذا كان بالضبط، هذا كان 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 مش يحب، كان يقدس عبد الناصر. ايوه عبد الناصر، وعبد الناصر صنع منه عن طريق صوت العرب الإعلام، صنع منه شيء هكذا مفخم يعني ومضخم. هو صراحة هو ثوري، رجل ثوري وعنده كثير من الإيجابيات، لكن لم يكن بتلك النفخ الذي كان يصنعه صوت العرب. فقبل وجاءوا على ظهر دبابات، وبوتفليقة كان مع الانقلاب في 62. ثم بصفعة من أحمد بن بلة لبوتفليقة في شهر ماي 65، صفعة ده مجازا يعني؟ لا لا، صفعوا بإيده، ضربوا بالقلم، ضربوا إيه يعني. بن بلة كان يعمل مرتين تقريبا طولا طويل، طويل، وبوتفليقة قصير. فكان فيه مؤتمر هناك، فبحث عليه فوجدوا في فندق يتلهى يعني بدون شرح، يتلهى في مكان. ليه بدون شرح؟ دي حاجات حلوة، لأن كان يتلهى مع يعني في أشياء مع نسوان. هو متجوز أصلا صح؟ البوتفليقة نعم متزوج، ويتلهى، لا تزوج فيما بعد، لكنه تزوج فقط عرف رسمي حتى يكون رئيس، وحتى يكون شكلا يعني، يعني أمور شكلية. فطبعا صفعوا، فسرع على الانقلاب، لم يكن سبب الانقلاب، لكن سرع على الانقلاب ضده في يونيو 65، وبقي أحمد بن بلة. نعم، أطاح أبو مدين بن بلة واستلم هو الرئاسة، وكان بوتفليقة بقي وزير خارجية، ثم شارك مع أبو مدين في الاغتيالات قيادة الثورة. مثلا واحد من اللي شفناهم محمد خيدر قتل في مدريد في 67، واحد ثاني قتل في فرانكفورت خنقا في سنة 70، ومجموعة أخرى. بوضياف هرب إلى المغرب، أيت أحمد هرب إلى سويسرا. فقيادات الثورة إما قتلت، إما سجن، إما أطيح بها وسجنت كما بن بلة، إما هربت. فكان هذا الانحراف انحراف كبير ضد الثورة الجزائرية. ده المايسترو، وهذا شارك فيه المايسترو نتاعه هو بوتفليقة مع أبو مدين. بس أنا اللي يهمني أبو مدين، أبو مدين كان مايسترو بتاع الاغتيالات دي طبعا. أنا كنت بحب الراجل ده جدا، سلطة خطيرة جدا. إذا لم يكن، شوف الغربيين بيقولوا لبوفوار أريت لبوفوار، السلطة تحد من السلطة، والمسلمين بيقولون السلطة المطلقة مفسدة المطلقة. السلطة المطلقة خطيرة علينا. طيب ما هو الراجل بدأ دور قذر اهو من الستينات لحد جدا. طيب ما حصلوش حاجة، لا النهاية هذه بائسة، صدقني الموت. على فكرة لو قتل بالرصاص على فكرة لكان أهون عليه. على فكرة أستاذ العربي، النهاية دي اللي هو فيها أبو تفليقة ممكن تحصل لواحد تاجر تموين، بقال تموين عادي يعني، لكن مش بنفس الضمير يعني اللي تاجر تموين ممكن يكون مرتاح وراضي بقضاء الله وراضي، لكن واحد زي هذا اللي كان في سلطان وكان يظن نفسه أنه هو الجزائر ويأمر كما يشاء، النزول من علو السلطان خطير جدا، خطير جدا. الصورة هي، شوف شكل يعني، في صور مؤلمة جدا، في صور كان بيسيل الريق هنا ونزل على الكرافاتة مع وزير الأول الفرنسي، الوزير الأول الفرنسي أخذها وحطها عنده في تويتر وفيسبوك. آلمتنا إلام شديد جدا جدا، لأن مش فقط رئيسنا يهان ويستهان به ويهان ونحن نهان خلفه، لكن من فعلها الفرنسيون. كانت بالنسبة إلينا تؤلم بشكل. طيب أوريك آخر صورة، نشوف آخر صورة كده مع بعض. سعيد بوتفليقة خجول إلى درجة المرض، و ده سعيد بوتفليقة، سعيد بوتفليقة ده اللي اتحبس 15 سنة، هذا اللي ده اللي كان بيحكم الجزائر، اللي يحكم الجزائر. ولكنه الجبان بشكل لا يمكن أن تصفه أو تتصوره. كل الذين اقتربوا منه وعرفوه قالوا أنه مخادع وجبان.
وهذه في حقيقة فيها في جزء كبير من شقيقه يعني، لأنه يعني هو اللي رباه بيناتهم 20 سنة في السن تقريبا يعني. تقريبا 20 سنة فهو اللي رباه، لأن بوتفليقة والده غادر المنزل الأسري في السنوات الأولى، ثم يمكن عاد أو فولد هذا، ولكن فيه متلاعب مخادع، لكن ما يعرف بأكثر أنه جبان يعني، ممكن يضحك معك بيسلم عليك وبعدين بعد شوية بتجيك المخابرات تاخذك على آخر مكان ورا الشمس. أنا عندي سؤال في نهاية اللقاء ده، يعني ماذا أنت في بريطانيا مش في فرنسا؟ لو بقيت فرنسا فقط في هذه الأرض ما ذهبت إليها. غريبة، مع أن أنتوا فرانكفون يعني أنتوا ثقافتكم فرنسية. ولما رحت لبريطانيا كنت بالكاد أعرف 4 كلمات بالإنجليزي بالكاد. ليه سبب أنك أنت في بريطانيا؟ لأن فرنسا حطمت الجزائر لمدة 130 سنة وجعلتها قطعة من فرنسا. كانت الجزائر مش موجودة بالمناسبة، ما كانوا يسموها الجزائر المحتلة، كانت تسمى الأراضي الفرنسية. الأراضي الفرنسية من دانكيرك إلى تامنراست، الجزائر لا توجد، ألغيت، واحد. ثانيا قتلت الملايين منها. ثالثا حتى بعد أن أخرجها الرجال الأحرار عادت وتلونت من النوافذ متعددة وتلاعبت بالأذلاء ووصلت إلى السلطة في 92 عن طريق الذين كانوا يوما ما يقاتلون معها، ولذلك الجزائريين يسموهم عرفاء فرنسا، كبرانات فرنسا، عرفاء فرنسا، بمعنى الذين قاموا بانقلاب 92 كانوا ضباط من أجل أن تبقى الجزائر فرنسية إلى الأبد. فوصلت في 92 ثم ذبحنا بأيادي جزائرية ولكن بتواطؤ فرنسي، ولا زال التواطؤ إلى الدرجة أن فرنسا أغلقت القناة الرئيسية التي تغطي الحراك والوحيدة تقريبا، أغلقتها من يوتلسات مرتين في هذا الأسبوع. طيب قبل ما انهي اللقاء ده بس عايز انوه انه كنت دعيت على القناة عندي على اليوتيوب وعلى تويتر انه في بعد تصريح ابي احمد رئيس وزراء الاثيوبي بانه هيحشد 1,000,000 في حالة مصر اعلنت الحرب على اثيوبيا، كنت سألت او طرحنا سؤال، يا ترى ايه رد فعل النظام المصري؟ هل هيكبر دماغه او هيعلن الحرب على اثيوبيا او هيطلق تصريحات عاصفة؟ شفنا عملنا الاستبيان ده وادي نتيجته، رئيس وزراء اثيوبيا يهدد مصر بالحرب بشان سد النهضه، برايك ما ورد المتوقع من عبد الفتاح السيسي على هذا التصريح؟ يعلن الحرب على اثيوبيا، يطلق تصريحات غاضبه، يتجاهل التصريح ويواصل التنازل. اشترك فيه 9,000 شخص او زي ما انتم شايفين، 6% قالوا هيعلن الحرب، 5% قالوا هيطلق تصريحات، 89% قالوا هيتجاهل التصريح ويواصل التنازل. في 89% من اللي اشتركوا في ده بيقولوا هيتجاهل التصريح ويواصل التنازل. أنا عايز أقول لحضراتكم إن بدأت ماكينات الدعاية السيسوية تتهمنا إحنا كقنوات بإن إحنا اللي روجنا لتصريح أبي أحمد النهاردة. والله الذي لا إله إلا هو، أنا شفت صفحات الدولجية بتاعت الفيسبوك بتقول يا جماعة الراجل ما قالش كده، ده قنوات الإخوان وإعلاميين الإخوان هم اللي روجوا لده. بشكر كل من ساهم في الاستبيان ده، وانه واضح ان 89% من اللي اشتركوا فيه شايفين السيسي مش راجل اصلا ومش ذكر، ولا حتى هيزعق ولا حتى هيطلق تصريح، ولو زي ما اللبنانيين بيقولوا طق حنك مش هيحصل حاجه. ده انتوا رايكم في السيسي الحقيقه رائع. عندي السؤال لحضرتك اخير انهي بيه الحلقه، الاخاء، المساواه، الحريه، شعارات الثوره الفرنسيه، ثم تجد أن فرنسا الشعارات دي داخل فرنسا، خارج فرنسا جرائم ارتكبها نابليون نفسه في أسبانيا وفي غيره وفي مصر وغيره، هل الليبرالية الفرنسية أكذوبة؟ أكذوبة أكثر مما تتصورها، إلى درجة أن فيكتوريكو، أنت عارف فيكتوريكو طبعا يعني، كاتب البؤساء والشاعر الإنساني، يقول في كتاب كتبه اسمه الراين، كتب يقول أننا لسنا بالعنف والوحشية الكافية مع الشعب الجزائري، كان عليه فيكتور هوغو؟ نعم، أرجع إلى كتابه اللي كتبه في 1883 يسمى الرين R-H-I-N-E، فيقول هذا الكلام في هذا الكتاب. إذا كان هذا الذي يزعم الإنسانية ده يعني أشعل الإنسانية بالبؤساء،
قال لم نكن أنا لم نكن من العنف والوحشية كما يفعل الأتراك ويفعل الفولان ويفعل فلان، ولذلك نحن نخسر الجزائر. قال هذا الكلام في الوقت اللي كانوا قتلوا ملايين الجزائريين من 1830 إلى 1881 أو 82 لما كتب الكتاب، أو 83 بداية الثمانينات لما كتب هذا الكتاب في الخمسين سنة الأولى، لأن أبشع المجازر وأخطرها قامت في الخمسين سنة الأولى أو الستين سنة الأولى ثم في الحرب التحرير. هذا من الذي يقدسونه كثير منا طبعاً ويعتبروه كاتب طبعاً إنسان طبعاً، فماذا يقول الآخرين؟ إذن هي أكذوبة. أصلاً رأيي أن فرنسا أكذوبة، يعني قصدي الليبرالية الفرنسية أكذوبة. الليبرالية عموماً فيها أكاذيب، لكن الليبرالية الفرنسية هي ليست ليبرالية وليست علمانية بالمناسبة وليست إنسانية، إنما هي عقلية استئصالية ترى في الآخر الإلغاء الكامل، فإذا كان مسلماً فيفضل أن يحرق ويلغى. طيب معلش بس هو الوقت طول، بس أنا يعني لما ظهرت الثورة الفرنسية كان عندها عداء مع الكنيسة شديد جداً ومع رجال الدين. صحيح. وبصراحة كان عندهم حق، لأن رجال الدين يعني حسب آخر الإحصائيات قتلوا 300 ألف عالم بدعوة الهرطقة إلى غيره يعني. لكن أنا أرى الآن أن ما كان يفعله رجال الدين في القرون الوسطى بيفعلوه الآن المفكرين أو النظم السياسية اللي بتحكم فرنسا. كانوا مرات رجال الدين ربما أرحم قليلا، لأنهم كانوا يعتمدون على نصوص مقدسة لكنها خاطئة، لكنهم أو تفسيرات خاطئة أو تفسيرات خاطئة، فكان لديهم على الأقل تبرير، وإن كان تبرير إجرامي يعني اللي هو النص مقدس. لكن بالنسبة للفرنسا في الجزائر مثلا، مش في الجزائر بالمناسبة فقط، في إفريقيا، في الجزائر أساسا ولكن في إفريقيا عموما طبعا، يعني شيء مش في إفريقيا، في فيتنام وفي هايتي. أنت عارف أن الآن في ثورة في هايتي، هل سمعت بها؟ لا. في ثورة في هايتي الآن، وتقريبا تشبه ما يحدث ما يقوم به الجزائريين في هايتي، هذه الجزيرة اللي غارقة في الكاريب يعني، اللي هي استعمروها الفرنسيين. أي. والفرنسيين فعلوا الأفاعيل بشكل مرعب يعني، حتى في بعض المناطق في كوريا وفي الصين يعني مع البريطانيين، لكن الفرنسيين كانوا، وفي أمريكا الشمالية ما هم كانوا في جزء من كندا. كندا الآن الكيبك فرنسية. فعموما العقلية الغربية التي سادت في القرون 15 و16 و17 كانت عقلية استئصالية، لكن مع الأيام خفت شوية، خفت قليلا، لكن العقلية الفرنسية استمرت. الآن في هذه الأيام، في هذه اللحظات التي نحن نتحدث في شيطنة للإسلام والمسلمين في فرنسا بشكل لا تتصور. أنتم محظوظين أنكم ما تعرفوش الفرنسية. لا، وللأسف بدعم عربي يعني، ماري لوبان بتمويل إماراتي سعودي، وبتزكية الأزهر بتاع السيسي. وحتى هذا جمعة لما جاء قبل سنوات، لو كان في قضية الخمار ما الخمار، فكان هو بينظر يعني في الموضوع هذا، اللي قال، مش هو اللي قال أن الله بعث لهم رسولين؟ سعد الهلالي. سعد الهلالي، لكن أيضا جمعة هذا أيضا، فيه داخلين فيه شوية من الأزهريين، قادة الأزهر، والسيسي بطبيعة الحال من خلال الشيطنة، لكن العمل الرئيسي تقوم به الإمارات السعودية. ما ده أنا زعلت عليه، إنه ماري لوبان الست بيمولها، بيمول مراكزها الإمارات. طبيعة الحال، لأنه هو يرى في كل مسلم، أول هو المسلم يولي إخواني، والإخواني يولي إرهابي، يولي أصولي، والأصولي يولي إرهابي، فبعدين سهل. وطبعا هذا بيأتي للفرنسيين المتطرفين، بيأتيهم مش عارف أنا كأي شيء جميل. لكن اللي مش فاهمينه أو بدأوا يفهموه الآن شوية الليبراليين الأوروبيين، هو أن اليمين المتطرف حينما يبدأ بنا سينتهي بهم. صحيح. أستاذ العربي زيتوتة، الدبلوماسي الجزائري السابق، بشكرك جدا، شرفتنا وأسرتنا في الحلقة دي بجد يعني. تحياتنا لحضرتك وللشعب الجزائري، وإن شاء الله تبقى على الطريق الصحيح على الديمقراطية. بشكرك جدا. إن شاء الله لعلنا نلتقيك العام القادم في الجزائر. يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك جدا يا فندم. الله يسلم. يعني واحدة من الحلقات اللي أنا بعتز بيها جدا، واللي استمتعت بيها جدا، واللي تعلمت فيها كتير جدا، فأنا بشكر ضيفي وضيفكم. الله يحفظك يا فندم. لا دي حقيقة، أنا تعلمت النهاردة حاجة كتير جدا على إيد حضرتك السيد العربي زيتوت. وده على فكرة مش غريب على الجزائريين، أنتوا منكم ملك ابن نبي، يعني دي حاجة عظيمة جدا. فأنا عايز أقول لحضراتكم، أنا بس الحلقة هتطول مني.
لأختم الحلقة. أنا ألقاكم غدا إن شاء الله، تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير. جاي لك بمد ايدي عشان تقومي، ياللي انت اسمك بين وريدي وبين هدومي، بحلم افتح الاقي ليلك جرح وعدى، والزرع اللي ظهر في مصر بكره كان اصله طار.